تركة ثقيلة أكون من المشاريع ربما بالفترة السابقة اللي تم إقرارها، يعني نتحدث عن الديوانية تحديدا، زارها رئيس وزراء بوقت سابق. في حال عودة مجالس المحافظات، يعني تتوقع أنه هذه المشاريع راح شوية تجيها دفعة تمشي الأمور، لأن الناس يعني تريد الواقع المغاير، تريد الخدمة المختلفة اليوم، وكلكم أمل أنتم بمجالس المحافظات. سيد الكريم، أبدا لم تكن المشكلة في شكل النظام، تعقيبا على زميلي ضيفكم الكريم. المشكلة لم تكن أبدا في شكل النظام. من أروع أشكال النظام السياسي في العراق هو النظام البرلماني. المشكلة دائما كانت في شخوص هذه الكتل في الكهنة، ما يسمى بكبار الكتل السياسية الموجودين في العراق، بعقليتهم عقليتهم لإدارة الدولة، العقلية القائمة على النفع المتبادل. احنا اليوم هذا النظام السياسي ندعو إلى العفو إصلاحه، وندعو إلى تقويم هذه العملية السياسية من خلال زج دماء جديدة من شأنها أن تغير من واقع الحال. طيب، تعريجا على وضع الديوانية، طبعا وضع الديوانية ما من الأمور التي ساهمت في زيادة خراب مدينة الديوانية هو غياب الرقابة عن المحافظ السابق لأكثر من سنتين. كان يعني حرفيا هو الشخص الوحيد الذي يتحكم بمقدرات هذه المدينة، وعلى الرغم من حصول المدينة في بعض الأحيان على مثلا أموال الأمن الغذائي وغيرها، ولكن لم نشهد أي تطور ملحوظ، بل بالعكس الديوانية في تراجع أصلا، ولا نقارنها بغير دول أصلا. إذا ما جئنا إلى مقارنة مدينة الديوانية بمدينة قريبة لها، وإحنا هسه متفقين أنه بشكل عام محافظتنا تنقصها خدمات، ولكن أنا شخصيا الآن أدخل محافظة ذقار على طول عندي معاملة يعني بالأيام الماضية، أقارن محافظة ذقار على ما فيها من مشاكل، أقارن الشوارع والبنى التحتية فيها أقارنها بمدينة الديوانية، فرق جدا شاسع. وهو هذا لا يعني أن ذقار وصلت إلى مرحلة من الرفاهية، ولكن أقصد لما نتقارن مدينة الديوانية هي في الحقيقة مدينة خاربة، ومدينة لم يطرأ عليها أي تغيير، رغم زيارة رئيس الوزراء ورغم تنصيب محافظ جديد.